السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بيم كولاب تقدر تشوف فيه الموديل بشكل كويس جدا. ومن ضمن الحاجات الظريفة اللي فيه عندنا نافيجيشن، أقدر أشوف الموديل ام اي بي وستراكشر واركتكشر، أقدر أخفي أي واحد فيهم، أقدر أخفي الستراكشر. خلينا نظهر الستراكشر، خلينا نقفل الستراكشر، نظهر الام اي بي بالشكل دوت. طب خلينا نظهر ده وده. طيب عندي حاجة بقى اسمها سمارت فيوز، ممكن اقول له انا عايز اشوف مثلا الحاجة دي بالشكل دوت، اشكال جاهزة. كل واحدة من دول بيبقى ليها الاستخدامات بتاعتها. ممكن انا مثلا حاجات في الفيجواليزيشن، في حاجات خاصة بالام اي بي، باعدادات الالوان بتاعتها. كل واحدة من دول ممكن تيجي هنا وتدوس تقول له أنا عايز أعمل إيديت ليها، تلاقي الخصائص بتاعتها، البريوريتي بتاعتها، الإليمنت. هنا مثلا إني إليمنت هياخد الإعدادات ديت. ممكن تيجي هنا وتبدأ تغير الإعدادات وتختار الحاجة اللي أنت عايزها. ممكن هنا الأوبننج تقول مثلا نان، أو عايزها سامري، أو عايزها لوكيشن، وتبدأ تختار الإعدادات اللي أنت عايزها بالشكل دوت. وتقدر هنا تختار الكلر اللي انت عايزه، الاكشن اللي انت عايزه، اد ريموف وهكذا، القيم اللي انت عايزها، الفاليو. فكل ده بيديك اشكال متعددة ومختلفة للعنصر اللي انت عايزه.